السلام عليكم، عليكم السلام أحب ورحمة الله أرحب بكم وبركاته. في تجربة السي ام اس في الفيرتشوال فيزيت. وأنا شايفة ده زمايل كتير أنا أعرفهم أوريدي وشفتهم قبل كده هنا في سيرن. أحب أعرفكم بس علينا الأول، أعتقد أنا أعرفكم وأنتم تعرفوني. أنا دكتورة ريهام، مدرس في كلية العلوم من جامعة حلوان، وباحث في تجربة السي ام اس في سيرن، وعضو في الاي ان اف ان، المعهد الوطني للفيزياء النووية في إيطاليا. ومعايا خلال الفيزيت زميلي دكتور محمد، هو يعرف عن نفسه. أهلا وسهلا بكم، أنا محمد عبد الله، مدرس مساعد في كلية العلوم جامعة الفيوم، وباحث مساعد في تجربة سي ام اس وفي المركز فيزياء الطاقات العالية بجامعة الفيوم. قبل اي حاجه، انا الزياره دي ليها سبيشال، يعني طابع خاص بالنسبه لنا. انا اوريدي قابلت ناس كتير من الناس اللي موجوده في القاعه هنا في سيرن. احب اقول لك يا محمد ان جروب الاس تي اي اكاديميه السويدي اخذ المركز الاول في بيم لاين اه فور سكولز على سمعت مستوى عليه. العالم السنه اللي فاتت، وكان في جروب من الطلبه موجود هنا زاروا المعامل واشتغلوا. وبصراحه يعني طلبه اظهروا، يعني عايزين نقول صوره مشرفه عن يعني الطلبة المصريين، من اجتهاد، من عمل، من شغل، من نتائج. يعني بصراحة كانت حاجة مشرفة، وعشان كده احنا حبينا النهاردة ان احنا ننظم زيارة مخصوص لأكاديمية السويدي. وبحب أشكر في التنظيم باشمهندس مالك اللي اوريدي كان مشرف في خلال الزيارة، وبصراحة هو ساعد جامد وتعب جامد في التنظيم. وبحب أشكر أكاديمية السويدي إنها على التنظيم وعلى الفرصة اللي اتاحتها للطلبة. مش هطول عليكم كتير في المقدمة. يا باشمهندس، الحقيقة بشكر حضرتك جدا بجد، يعني دي كنت عظيمة انتوا عملتوها عندنا، وبشكر حضرتك خصوصا على حتة سعادة الأكاديمية السويدي كتير، واحنا فريق طلع تبع بيم لاين فور سكولز. الحقيقة من أول يوم يعني حضرتك رشا إمام وزيد وكل الدكاترة اللي مشرفين هناك، يعني رافعين بصمة، تفضلوا جدا معانا، يعني دي من أول يوم ساعدتنا جدا على الطالع الثاني. وأتمنى إن نموذج الحقيقة إحنا كل شبابنا هنا يعني بيتمنى ربنا يكرمه توصل للمرحلة دي، يعني قدوة فعلا شرف فيها. الشرف متشكرة لينا. جدا ليكم والشرف لينا احنا، واتمنى يا رب ان شاء الله ان المدرسة او الاكاديمية تفضل على طول في تقدم، وان شاء الله نشوف مجموعات تانية السنة الجاية من خلال بيم لاين اوف سكول، او من خلال حتى اي تدريب تاني يكون متاح للطلبة ان شاء الله. والمركز الأول برضو ما ننساش. ان شاء الله اكيد المركز الاول. طيب العمليات هنا في الأكاديمية السويدي يعني عايز تكمل. بص يا باشمهندس مالك، الصوت مش واضح قوي بالنسبه لنا، الصوت اللي انت بتتكلم في المايك مش واضح، انت سامع؟ خلاص تمام مفيش مشكلة. اوكي طيب، احنا هنبدا الزياره، واي حد الزياره دي معموله ليكم، اي حد يحب يسال اي سؤال مهما كان السؤال بسيط مهما كان السؤال كبير يسال براحته في خلال الزياره. هنحاول نبسط الموضوع بشكل صغير. انتوا اوريدي زرتوا معمل من المعامل هنا في سيرن في خلال البيم لاين اوف سكول فور سكولز. احنا هنوريكم بقى تجربه على سكيل كبير، على حجم كبير، هنشوفها دلوقتي. دي تجربه اسمها تجربه السي ام اس. زولتون، كان وي شير ذا سكرين بليز؟ زولتون، زولتان كان وي شير ذا سكرين؟ طيب خليني اديكم مقدمه الاول، احنا موجودين فين وعايزين نوصل لايه، وبعد كده نبتدي ننزل تحت الارض ونشوف التجربه. اول حاجه دلوقتي انا عايز اوريكم احنا موجودين في تجربه اسمها تجربه السي ام اس، اللي انتم شايفين البوينتر دي تجربه السي ام اس. احنا موجودين في الجانب الفرنسي، احنا في سيرن، المنظمه الاوروبيه لابحاث العلوم النوويه، ودي اكبر مشروع بحثي موجود على مستوى العالم حتى الان. لو تلاحظوا دلوقتي ان احنا موجودين هنا، لو تبصوا على الخريطه دي احنا موجودين، سيرن موجوده ما بين الحدود ما بين سويسرا وفرنسا. سويسرا عندنا فوق لو انتوا باصين على الخط الابيض، وهنا احنا هنا في الجنب الفرنسي. احنا موجودين هنا على المحيط ده اللي موجود بالاصفر، ده المصادم الهادروني الكبير اللي هو موجود بالخط الاصفر اللي انتوا شايفينه، اللي هو بيكون ما بين الحدود ما بين سويسرا وما بين فرنسا. ده على محيط 27 كيلومتر، موجود عليه مجموعه من اكبر اربع تجارب، تجربه السي ام اس اللي احنا هنزورها النهارده ان شاء الله. في تجربه ثانيه قصادنا الناحيه الثانيه بالظبط اسمها اطلس، ودي موجوده في الجانب السويسري، وعندنا تجربه ال اتش سي بي وتجربه ارس.
اللي احب اقوله لكم ان التجارب الكبيره اللي احنا شايفينها دي والمصادم الكبير اللي على محيط 27 كيلو متر ده موجود تحت الارض، يعني تقريبا موجود تحت الارض 100 متر تحت الارض، واللي احنا شايفينه كل اللي احنا شايفينه ده موجود تحت مش موجود على السطح. لو تبصوا في الصوره دي كده، دي الارض، دي الحياه الطبيعيه فوق، كل حاجه خضراء، وادي بحيره جنيف وجبال الألب المشهوره، واحنا موجودين هنا تحت الارض بحوالي 100 متر، من 50 ل 150 متر، يعني هنقول تقريبا 100 متر، واحنا هنا في تجربه السي ام اس. طيب مشروع كبير زي ده الهدف منه ان احنا نوصل لايه؟ الهدف اهداف فيزيائيه كبيره، ومنها من خلال الاهداف دي بنبتدي نشوف حاجات في التكنولوجيا او بنطور حاجات من التكنولوجيا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا. خلينا نقولها ببساطه كده، احنا عايزين نعرف عايزين نعمل ايه بالمشروع بتاعنا ده، او عايزين نفهم ايه. طيب احنا لو جينا نبص هقول لكم حاجه بسيطه مش كبيره، احنا عايزين نعرف عمر الكون. تخيل كده ان احنا مش هنرجع سنه واحده ورا بالزمن، تخيل ان احنا رجعنا دلوقتي بالزمن مش سنه ولا 10 ولا 100، احنا رجعنا 14 مليار سنه. ده بدايه عمر الكون اللي في النظريات، ان احنا بنقول ان الكون ابتدا من انفجار عظيم، يعني كان عندنا حبه صغيره، كتله صغيره كده زي حبه البسله، دي نتيجه الضغط العالي والكثافه العاليه الحبه دي انفجرت وتكون الكون بتاعنا اللي احنا موجودين عنده دلوقتي. يبقى وقت الانفجار رجعنا 14 بليون سنه، ده كان وقت الانفجار صفر سكن، وبعد كده ابتدت الماده دي تبعد بعيد عن بعضها وتبدا تبرد وتكون لي الكون اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. يبقى ده هدف من الاهداف، انا عايز اعرف عمر الكون بتاع ايه، فبنحاول نعمل محاكاه او تصادم نوصل بيه لحاجه شكل اللي حصلت في بدايه عمر الكون. الحاجه الثانيه، الكون اللي انا شايفاه دلوقتي من مجرات ونجوم وكواكب وشمس، كل اللي احنا شايفينه ده بيمثل لي بس 5% من الكون. يبقى اللي احنا شايفينه، كل الكون اللي احنا شايفينه، الشمس والكواكب والمجرات وكل حاجه بيمثل لي 5%، وبقيه الحاجه كلها بالنسبه لي بنقول عليها ماده مظلمه او طاقه مظلمه ما اعرفش عنها حاجه. يبقى هدف من الاهداف احنا عايزين نكون ماده او نشوف ايه طبيعه الماده المظلمه دي، الماده دي بتتكون من ايه؟ بتتصرف ازاي؟ ودي حاجه من اهداف برضه تجربه السي ام اس. طبعا ممكن حد منكم دلوقتي يجي في دماغه، والسؤال ده بيجي في دماغ ناس كتير، انا هستفاد ايه؟ انا كواحد عايش دلوقتي انا هستفاد ايه لما اعرف عمر الكون، لما اعرف الماده المظلمه دي بتتكون من ايه؟ خلينا نقول ان علم الضوء بدا من اكتشاف الجسيم المكون للضوء اللي هو الفوتون، وبعد كده اتبنى عليه علم الضوء اللي احنا عارفينه دلوقتي، واتبنى عليه الليزر، الليزر اللي احنا بنستخدمه في الصناعه، الليزر اللي احنا بنستخدمه في حاجات كتير في حياتنا في الطب. فخلينا نقول ان احنا على بدايه الطريق، كل مره كل ما احنا لينا هدف او لينا لغز عايزين نحله، طول ما احنا ماشيين وبندور بنكتشف حاجات جديده، زي مثلا الويب، الانترنت. الانترنت اتبدا من سيرن، احنا كنا عندنا داتا عايزين نوصلها على مستوى العالم، هنوصلها ازاي؟ ابتدوا يفكروا في فكره الانترنت. طيب كل ما احنا بندور على حاجه، كل ما بنكتشف حاجه، التكنولوجيا ما بتعيش جوه سيرن بس، لا، التكنولوجيا دي بتخرج بره وبتخدم الناس كلها بره سيرن. ممكن تكون الاهداف فيزيائيه كبيره بس في الاخر بيكون لها تطبيقات تانية، يعني حاجات من الحاجات اللي بتستخدم جوه سيرن ممكن تخرج بره وتستخدم في الطب، او تستخدم مثلا في وظائف تانية، الكشف عن البراكين، فليه تطبيقات كتيره جدا مش بس مجرد تطبيقات فيزيائيه. طيب خلينا نقول ان احنا زي ما انا قلت لكم، خليكم عارفين ان احنا عندنا جسيم اسمه جسيم البروتون، ده اهم حاجه خلوه في دماغكم، جسيم البروتون دون اللي احنا عارفينه اللي هو جوه النواه، احنا عارفين النواه بتتكون من بروتونات ونيوترونات وبيدور حواليها الكترونات، جسيم البروتون دون اللي احنا نعرفه هو جسيم مش مصمت، الجسيم ده جواه جسيمات صغيره تانية. طيب الجسيمات دي بنقول عليها كواركس. خلينا كده اسالكم سؤال، لو انا جيت قلت لكم انا عايزه اكسر المايك ده، حد منكم هيقول لي انا هدي له طاقه هبتدي اكسره جامد بايدي كده عشان اكسره؟ ده اللي احنا عايزين نعمله، انا بجيب البروتون ده جسيم بتاعي، انا عايز اكسره واشوف المكونات اللي جواه عشان اصدمهم ببعض، فعشان اكسره لازم اديله طاقه. طيب اديله طاقه ازاي؟ انا مش شايفه البروتون ومش عارفه امسكه، انت لو انت في ايدك مايك انت بتمسكه بايدك، البروتون ده جسيم مشحون مش عارفه ارسمه امسكه، بنمسكه بايه فيزيائيا؟ بنمسكه بمجال مغناطيسي، يبقى انا عندي جسيم مشحون اقدر امسكه بمجال مغناطيسي. طيب خلينا نقول لو انا عرفت امسك البروتون، طب هعجله او هسرعه ازاي؟ هديله الطاقه دي ازاي اللي احنا عشان نكسره؟ تخيلوا كده ان احنا زمان لما كنا بنحب نمسك طوبه او حجر وعايزين نسرحها، كنا بنعمل ايه؟ بنربطها بحبل ونبتدي نلف بايدينا كتير 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 جامد كده، وبعد كده تسيبها. انت كده مع اللفه دي اديتها طاقه من ايدك، وبعد كده تبتدي تسيبها فهي تطير وتخبط في حاجه وتتكسر. دي نفس الحكايه، انا بمسك البروتون بمجال مغناطيسي وابتدي الففه في تجربه زي تجربه اللارج هادرون كولايدر، ادي البروتون بيبتدي يجري او يتعجل، والبروتون ده يجي من اتجاه
بروتون تاني اجيبه من اتجاه تاني، الاتنين بيلفوا على المسار بتاع ال 27 كيلو متر جوه انابيب، ادي الانبوبه اهو، ويبتدي ادي بروتون من اتجاه وبروتون من اتجاه تاني، واصدمهم الاتنين في بعض في قلب الديتكتور بتاعي، يتكسروا ويكونوا لي جسيمات. ابتدي انا بقى ادرس، اخد لقطه من نقطه التصادم دي كانها هي اللي حصلت وقت الانفجار العظيم اللي اتكلمنا عليه بدايه الكون، وابتدي اشوف المكونات اللي خارجه او الجسيمات اللي خارجه. يبقى انا عشان اسرع البروتون لففته في ال اتش سي، في المصادم الهادرون الكبير على محيط 27 كيلومتر، اكتر من لفه، واحد في اتجاه واحد في الاتجاه التاني، والاثنين يجوا يخبطوا في بعض. الخبطه او التصادم دول بتحصل في قلب الديتكتور، وابتدي بقى انا الديتكتور الكبير اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده، التجربه الكبيره زي تجربه السي ام اس دي، عباره عن مكونات كتير، كل جزء انا حاطاه عشان يشوف جسيم. انا اللي خارج عندي من التصادم ده دي جسيمات كتير انا ما اعرفهاش، او انا مش بشوفها، انا جسيمات خارجه كتير، منها اللي احنا نعرفه ونقدر نشوفه، يعني نشوفه بكاميرا، او احنا ما نعرفوش. اللي احنا ما نعرفوش ده نبتدي نعرف هو ايه الجسيمات الجديده اللي طلعت، نبتدي نحللها، ناخد النتائج دي. فوقت التصادم اللي انتوا شايفينه ده بتطلع عندي جسيمات كتير، كل جزء او طبقه من الديتكتور بتاع الديتكتور ده كانه كاميرا كبيره، كل واحد بيشوف جسيم. خرج عندي الكترون في جزء من التجربه بيشوف الالكترون، خرج عندي بروتون جزء بيشوف البروتون، وهكذا كل جسيم عندي بيخرج بنبتدي نشوفه. زي ما انتوا خدتوا في تجربه في البيم لاين فور سكول، لما عملتوا التجربه على الار بي سي، انتوا كنتوا بتشتغلوا على الار بي سي وده جهاز ديتكتور، وكان بيعدلكوا بيم، وانتوا كنتوا بتقولوا ان عدى جسيم، كنت حتى فاكره الاكسرسايز، كنت بتفرقوا ما بين البايون ما بين الميون ما بين الكاين، كنت بتقدروا تفرقوا ما بين البارتكلز. هنا نفس الحكايه، بدل ما هو بيم خط واحد، هو تصادم وجسيمات كتير، وكل بارتكل خارج من دول عندي ديتكتورز زي الار بي سي، واحد من يعني الار بي سي كان كومبوننت او مكون من تجربه السي ام اس. زي ما انتوا عملتوا التجربه بتاعتكم على سكيل صغير، هي نفس الحكايه عندنا هنا بس على سكيل كبير. فانا بس اديتكم مقدمه سريعه كده على ان احنا بنشتغل ايه او بنعمل ايه والهدف ايه. طول ما احنا بقى دلوقتي انا هنزل تحت، هجهز عشان ننزل تحت، ومحمد هيفضل معاك وهيكمل معانا شويه، ولو حد حابب يسال اي حاجه خلال التجربه يسال، وانا او دكتور محمد ان شاء الله هرد عليه. انا هسيبكم دقيقتين بقى. اهلا بكم يا شباب مره تانية. طبعا انا ازاي هحصل على البروتون؟ يعني احنا بنقول احنا هنصادم بروتون في بروتون في قلب تجربه السي ام اس. ازاي هحصل على البروتون ده؟ والله الموضوع بسيط، هجيب الهيدروجين جاس وهعمل له ايونيزيشن، وهعمل له عمليه ايه؟ اطبق عليه مجال كهربي بحيث ان افصل الهيدروجين عن الهيدروجين. وبعد كده بحيث ان انا بعد كده اقدر اشيل كمان من الالكترون، فبالتالي بقى عندي ايه؟ لان انت عارفين الهيدروجين طبعا ما هو الا بروتون وبيدور حواليه ايه؟ الكترون. فانا عايز احصل على البروتون اللي هو في قلب الهيدروجين ده، وباخده وبعد كده بغذيه في التجربه. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. اول ما بحصل على الهيدروجين بتاعي وبعمل له عمليه ايونيزيشن، بستخدم حاجه اسمها المعجلات، بجيب البروتونات، ما بقاش بقى بروتون واحد، تمام، بيبقى غاز الهيدروجين، وبعمل له العمليه الاثاره دي، وبالتالي باخد البروتونات دي كلها، وبعد ما اخد البروتونات دي كلها باجي مغذيها في حاجه اسمها اكسلريتور او معجل، بحيث ان هو كل مره الاكسلريتور او المعجل ده سامعين كده كويس؟ اوكي. بحيث ان الاكسلريتور او المعجل ده كل مره بيزود لي الطاقه بتاع البروتون اللي ماشي في قلب الايه؟ المعجل ده. فانا طبعا ما بجيبش البروتون واجي معجله مره واحده بحيث ان اوصل الطاقه اللي انا عايزها مره واحده، لا، بتتم الموضوع ده على مراحل. فاول حاجه عندي معجل خطي اللي هو زي ما انتم شايفين في الشكل ده كده اهو، ده معجل خطي، وادي البروتون او حزمه البروتونات الموجوده. فالمعجل الخطي ده ببدا اعجل فيه البروتون. طبعا بعجل البروتون ازاي؟ البروتون ده موجب الشحنه، فبالتالي المعجل الخطي ده بيعتمد على المجال الكهربي، فبالتالي انا بقدر اسحب البروتون ده في مجال كهربي اللي عندي. طبعا هو موجب الشحنه، والشحنات طبعا المتشابهه بتتنافر والمختلفه بتتجاذب وهكذا، فبالتالي انا اقدر احرك البروتون ده جوه المعجل بتاعي عن طريق مجال كهربي. بعد ما بحركه عن طريق المجال الكهربي، ادي المعجل الخطي اهو، بعد كده باجي مدخله في معجل دائري. ليه؟ لان المعجل الخطي بيوصله اقصى حاجه
لطاقه معينه ما يقدرش يزيد عن كده. لكن اما دخله في معجل دائري، المعجل الدائري بيقدر على حسب نص قطر الدايره اللي عندي دي اقدر ازود طاقه الايه البروتون بمقدار اكبر. اوكي اوكي سامعني دكتوره؟ انا سامعاك يا محمد. تحب ان احنا نبدا؟ اتفضل يا دكتور. اوكي بص يا شباب، انا طبعا هننزل دلوقتي التجربه، بس انا هوريكم الاول. انتوا الاول سامعيني كويس في القاعه؟ سامعني يا باشمهندس؟ ايوه سامعني حضرتك. تمام اوكي. طيب ده ماكيت للتجربه بتاعتنا، ده ماكيت على الحجم الصغير، ده اللي هنشوفه بالظبط تحت. بس خلينا نتخيل الشكل قبل ما ننزل تحت. الماكيت ده عباره عن ايه؟ بما ان انا بيحصل عندي التصادم، انا بيبقى عندي البروتونات جايه من اتجاه وبروتونات جايه من الاتجاه الثاني زي ما شفنا في الفيديو، وبتتصادم في قلب الديتكتور في المنتصف بالظبط. فين البيم؟ اهو ادي البروتونات، الخط الملون الازرق اللي انتم شايفينه ده، وبيتصادموا في النص. طيب لو انا عايز اشوف كل الجسيمات الخارجه، احسن شكل اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، عباره عن اسطوانه برميل كده كبير، يبقى عباره عن اسطوانه ومقفوله من الجنبين بجزئين. ادي اسطوانه كبيره وقافلينها بالجنبين، لما تخرج عندي الجسيمات من النص اقدر اشوفهم. كل جزء انتم شايفينه من الحاجات الملونه دي، كل جزء ده جزء من ديتكتور، جزء بيشوف حاجه. يعني عندي جزء يشوف الالكترون، جزء يشوف البروتون، جزء يشوف النيوترون. كل مره الاجزاء اللي احنا مركبينها فوق بعض في التجربه دي، كل واحد بيشوف جسيم معين. والار بي سي اللي انتم استخدمتوها يعني نفس المبدا، ممكن يكون الشكل مختلف، متكونه عندي في الليرز الاخيره هنا وهنا. كان الهدف منها ايه؟ ان احنا نشوف جسيم الميون. جسيم الميون ده الاخ الكبير بتاع الالكترون، فالالكترون اللي احنا عارفينه اخوه الكبير بس كتلته تقيله شويه عنه هو الميون. جسيم مشحون اللي هو زي اللي بيدور حوالين النواه، الميون الصوره الكبيره بتاعته. فاحنا الار بي سي اللي هي موجوده اللي انتم اشتغلتوا عليها اوريدي موجوده هنا. طب عشان ننزل للتجربه محتاجه ادوات امان ليا. طبعا انتوا اشتغلتوا في المعمل وكنتوا عارفين، محتاجه خوذه عشان الدماغ، محتاجه سيفتي شوز. السيفتي شوز ده شوز بيبقى فيه زي حديد عشان يحمي رجلينا. واهم حاجه برضو من الحاجات اللي موجوده عندي الدوزوميتر. الدوزوميتر ده جهاز بيقيس نسبه الاشعاع، بما ان احنا شغالين في منطقه فيها اشعاع فلازم يحافظوا على الشخص ونعرف هو خد نسبه اشعاع قد ايه. فانا ممكن اقيس اشوف قد ايه خدت اشعاع قبل ما انزل، وبعد ما انزل ممكن اشوف انا ايه خدت اشعاع قد ايه. خلينا كده نجرب. انا هحط الدوزوميتر بتاعي في الجهاز، والمفروض ان الجهاز دلوقتي هو كتب اسمي، وبعد كده المفروض يشوف نسبة الإشعاع اللي أنا خدتها قد إيه من التجربة. هو طبعا سندنج داتا يعني بيرسل الداتا للسنتر، وهتلاقوني واخدة زيرو من اللي سافرت، دي الوحدة اللي بنقيس بيها نسبة الإشعاع، فأنا واخدة زيرو. يبقى كده تمام، أنا ما عنديش نسبة إشعاع. لو نزلنا وطلعنا ولقينا نسبة إشعاع يبقى أنا كده أخدت اتعرضت لنسبة من الإشعاع. كمان الدوزوميتر ده بيبقى عليه الأكسس بتاعي، يعني مش أي حد يقدر يعدي ويدخل، لا ناس معينة اللي معاها الدوزوميتر هو اللي يدخل. وكمان حتى لو حد خد الدوزوميتر بتاع حد وانا داخله، هتلاقوا ان هو بياخد بصمه العينين عشان يتاكد ان الشخص اللي داخل هو صاحب الدوزوميتر. خلينا كده ندخل. انا كده هعدي الاول، وبعد كده ان شاء الله نعومي هتعدي ورايا. هنقف هنا كده نستنى دقيقه واحده لما الباب يقفل، ونبتدي نعمل سكان لعينينا عشان يتاكد ان انا الشخص. اوكي هو بيقول لي اقرب كده، خلاص انا عديت. هنستنى بقى نعومي. نعومي هي زميلتنا اللي ورا الكاميرا اللي هي بت بت بتصور معانا، هي كمان هتعدي وهتشوفه معاها وهي بتعمل سكان لعينيها. طبعا الباب ده مخصوص لدخول الافراد بس، ما نقدرش ندخل منه اي ماتيريال، بيبقى فيه زي اشعاع من كل ناحيه كده راديشن بتشك ان انت مش معاك اي حاجه. خلاص هي كده عدت، ونبتدي بقى ايه نروح ننزل للتجربه. طيب زي ما انا قلت لكم في الاول، التجربه دي موجوده على بعد 100 متر تحت الارض. فدلوقتي لو تبصوا على الاسانسير بتاعنا بيعد الامتار، احنا هنطلب الاسانسير. هو دلوقتي كان في الزيرو ونزل، كان في حد قبلنا نازل، واحنا هننزل التجربه بتاعتنا على بعد 100 متر. مش هننزل مره واحده، هننزل على جزئين. الجزء الاول هننزل حوالي 87 متر و88 متر، وبعد كده هننزل ال 10 او ال 15 متر اللي باقيين على رجلينا بقى. هو ممكن ننزلهم طبيعي عادي، بس احنا هناخدها على المرحلتين عشان عايز اوريكم حاجه في الدور الثاني. ممكن على ما الاسانسير يجي، لو انت حابب يا محمد تكمل عمليه التسريع اللي كنا بنتكلم عليها. تمام يا دكتور. زولتان كان بليز شير ذا سكرين.
اوكي فنجي هنا يا شباب. طبعا ازاي بخليه بقى يتم، احنا قلنا استخدمنا مجال كهربي في المعجل الخطي عشان نعجله، دلوقتي هنستخدم مجال مغناطيسي على اساس ان احنا نعرف نخليه يلف في الدايره دي، لانه طبعا هو معروف انه هيمشي في اتجاه خطي، فبالتالي ازاي اخليه يمشي في اتجاه دائري؟ بان انا بطبق مجال مغناطيسي في حاجه اسمها قوه لورنز. قوه لورنز دي لما اطبق مجال مغناطيسي على جسيم مشحون، فالجسيم ده بيخضع لقوه بتخليه يقدر ايه يتحرك في المكان اللي احنا عايزين يتحرك فيه. فطبعا بعد كده ببدا ادخله في المعجل الدائري، وبعد كده اللي هو البوستر زي ما انتم شايفين، بروتون سنتر بوستر، بعد كده معجل اكبر فبيزود الطاقه اكتر، وبعد كده باجي مدخله في معجل اللي هو السوبر بروتون سينكروترون، معجل اكبر فبتصل طاقه البروتون فيه لحوالي 450 جيجا الكترون فولت، وطبعا الجيجا الكترون فولت دي وحده قياس طاقه. يبقى عجلته في لحد 1.4 جيجا الكترون فولت، ثم في البروتون سينكروترون ل 25 جيجا الكترون فولت. وطبعا ملاحظين ان كل مره القطر بتاع المعجل الدائري بيزيد والطاقه بتزيد بنفس الكيفيه، لحد بعد كده بدخله في ال LHC اللي هو الرينج الكبيره اللي عندكم ده، فبتصل طاقه البروتون فيه ل 6.8 تيرا الكترون فولت. بعد كده بادي شكل اهو بيوريني البروتون وهو ماشي في البايب او الماسوره بتاع او الانبوبه بتاع المعجل. انا عندي البروتون بيتكون من 3 كواركات، فطبعا انا هنا معجله بطاقه كبيره جدا، فبيبقى التصادم هنا تصادم غير مرن، مش تصادم مرن. لو تصادم مرن يبقى البروتون كحاجة كبيرة مع البروتون التاني. اوكي. فبالتالي هنا باجي مكونات البروتون اللي هي 3 كواركات في تصادم غير مرن، بيتم ايه تصادم الكواركات دي مع بعض، وبالتالي بينتج عني جسيمات أولية، احنا بنسميها جسيمات أولية، اللي هي البدايات بقى بتاع الايه بتاع الجسيمات اللي تقدر بعد كده الجسيمات دي تتحد مع بعضيها وتكون جسيمات أكبر زي البروتونات والنيوترونات والإلكترونات وغيره وغيره من الجسيمات. أنا عندي هنا 4 تجارب، تجربة CMS وتجربة أطلس، بنسميهم تجارب ليها أغراض متعددة General Purpose، لان التجربتين دول بيعملوا نفس الحاجه بس التكنولوجيا المستخدمه هنا وهنا مختلفه. فطبعا ده كويس جدا، ليه؟ لان هو انا عم اكتشف جسيم مثلا على سبيل المثال في تجربه CMS، لازم يبقى في عندي حد يديني كونفرميشن ان الجسيم ده اتوجد فعلا، فلازم التجربتين في نفس الوقت يكتشفوا نفس الحاجه، يبقى كده ساعتها انا اكتشفت حاجه وبالتالي لازم انشر بقى ساعتها، لكن ما ينفعش واحد منهم بس اللي يكتشف الحاجه لوحده. اوكي تمام يا دكتور. اوكي انا معاك، واحنا دلوقتي وصلنا للدور الثاني اللي احنا قلنا عليه عند 87 متر، خلاص احنا كده لسه خارجين بس من الاسانسير. بحب اوريكم التجربه كده زي ما احنا ماشيين، تجربه عمليه كان انتم ماشيين بالظبط. احب اقول جمله هنا برضو ان النقطه دي نقطه امان، يعني احنا نقدر نقف هنا في حصول اي حريق او اي مشكله كانت ورا عند الديتكتور، المنطقه الوحيده نقدر نقف هنا، المنطقه دي امان، ما يوصلناش حريق ولا دخان، وطبعا نستنى الاسانسير وما نطلعش، ما نطلعش على رجلينا ابدا لانه استحاله حد يوصل على رجليه. طيب اول مكان احب اوريه لكم هنا قبل ما ندخل، لو تبصوا كده فوق دول 87 متر اللي احنا نزلناهم، ده المكان اللي احنا نزلنا منه الاسانسير هتشوفوه دلوقتي اهو. ولو تبصوا كده في الاسلاك في زي ما يكون ضوء طالع، ده مجرد كده ان احنا بنعمل كمحاكاه او بنقول ان احنا الداتا اللي احنا بناخدها تحت بتطلع فوق، بنرسل السيجنال كده لفوق لغايه ما نشوفها. ولو بصينا تحت ادي ال 10 متر اللي ناقصين بس اللي باقيين لغايه الديتكتور، بصوا كده هتلاقوا زي ما يكون كمان انتوا حظكم كويس في رفعه اهي بتنزل المعدات اللي احنا منزلينها من فوق، والحته اللي مفتوحه جوه دي ده المكان اللي كنا بننزل منه فيه اجزاء كانت بتنزل منه للتجربه. طيب هنا التجربه بتاعتنا يا ده هيطلع فوق الكرين اللي بتسحب دي، هترفع الحاجات لغايه فوق. طيب في حاجه احب اقولها، ان التجربه اللي احنا تجربه السي ام اس اللي احنا هنتكلم عليها بالحجم الهائل بتاعها اللي هي ارتفاعها 15 متر وطولها تقريبا 22 متر، التجربه دي اتبنت كلها فوق على السطح. طيب اتبنت فوق على السطح، انا اوريكم هنا مجموعه من الصور كده، ان التجربه كانت الاول ارض
ارض فاضيه ما كانش فيها اي حاجه. بعد كده ابتدت الكرينز او الحفارات تحفر وتنزل على عمق 100 متر. التجربه كلها اتبنت فوق كاجزاء زي ما انتم شايفين كده، اجزاء صغيره، ونزلت جزء جزء تحت الارض. يعني لو تبصوا زي ديسك كده او دوريه، يبتدوا ينزلوها برفعات تقيله زي ما انتم شايفين كده، وتنزل جزء جزء لغايه التجربه تحت، لغايه ما تركب. المكان اللي اتبنت فيه كاجزاء كانت فوق في المكان اللي واقف فيه محمد ده، اتبنت فيه التجربه كلها، ونزلت من الفتحه الكبيره اللي جنب اللي محمد واقف فيها جنب البوستر دي، نزلت منها التجربه. طيب عشان نبقى متخيلين الموقف احنا فين، التجربه بتاعتي موجوده في كهف، في كهف اللي هو المكان اللي فيه التجربه بتاعتي اللي هي على بعد 100 متر. انا عندي كهفين جنب بعض، واحد اللي انا واقفه فيه وواحد اللي فيه التجربه. اللي انا واقفه فيه ده اللي بنحط فيه الكابلات وبنحط فيه الباور سبلايز وكل حاجه محطوطه في الكهف ده في المكان الاولاني، والتاني اللي فيه تجربه وبنمد الاسلاك وبنمد كل حاجه من كهف لكهف. اللي المكان اللي انا واقفه فيه ده اقدر ادخله حتى لو التجربه بتاعتي شغاله، حتى لو التجربه بتاعتي شغاله اقدر اوصل للمكان اللي انا واقفه فيه ده. انما التجربه نفسها، الكهف اللي فيه التجربه نفسها بيتقفل لما التجربه بتشتغل وبيكون فيه اشعاع. بصوا كده، ده برضو ده مثال حي الحاجه بتترفع ازاي. بصوا ده ونش صغير طالع كان موجود تحت شايل حاجه او بيستخدموه تحت ان هم يرفعوا حاجه، والونش طالع. ده بالظبط اللي حصل في تجربه السي ام اس، نزلت جزء جزء كده، جزء زي ده، بس طبعا ده جزء صغير، احنا بنتكلم على ديسكات كبيره يعني مساحتها او حجم الدايره بتاعتها قطرها 15 متر. طيب احنا دلوقتي هنكمل وكان continue to the counting room. اوكي، ده الكهف اللي انا بتكلم فيه، المكان اللي احنا بنوصل له حتى لو التجربه بتاعتي شغاله. ممكن ندخل هنا مفيش فيها مشكله، طبعا هي هتلاقوا النويز عاليه هنا شويه، وممكن انتوا تحسوا بقى ان المكان ده بالنسبه لكم يعني شفتوا حاجه زيه. المنطقه اللي احنا فيها دي المخ بتاع تجربه السي ام اس. المخ ازاي؟ يعني كل السيستمز موجوده هنا، كل الكيبلز والسيستم موجوده هنا. عندي حاجه الاول السيفتي سيستم، نظام الامان. تخيل ان تجربه بالحجم الكبير ده مش هيبقى فيه واحد قاعد ان هو مسؤول يشغل او يطفي التجربه لو حصل حاجه. في حاله حريق او في حاله مشكله عندي سيستم نظام امان، ان السيستم يعمل سويتش اوف، يقفل كل الديتكتورز بتاعتي، لان الديتكتورز غاليه جدا بتكلف ملايين، فيقدر يوصل يعمل سيفتي سيستم يقفل التجربه. بصوا على تنظيم الاسلاك اللي موجود، احنا بنتكلم مع ناس بقى هندسه او خلفيه هندسه، شوفوا كميه تنظيم الاسلاك اللي موجوده، ان انت الشخص اللي يجي او الاكسبرت اللي شغال يقدر يعرف كل جزء او كل كيبل من دون رايح فين. عندي حاجه كمان ثانيه، عندي هنا النظام اسمه التريجر سيستم. التريجر سيستم ده ببساطه زي نظام فلتر. فلتر يعني ايه؟ تخيل ان انا عندي لما بصدم البروتونات ببعضها كده خلاص، بيطلع عندي 40 مليون تصادم في الثانيه الواحده. طيب 40 مليون تصادم في الثانيه الواحده ده، لو انا عايزه احفظ البيانات اللي طالعه دي محتاجه 1 تيرا بايت في الثانيه الواحده، 1 تيرا كل ثانيه. هل في امكانيات عندي ان انا اسيب او احفظ 1 تيرا بايت في الثانيه الواحده؟ مفيش. طيب هل انا محتاجه ان انا اخزن ال 1 تيرا بايت في الثانيه؟ وهل لو انا خزنتهم وكان في الامكانيات هقدر بعد كده عندي باور من الكمبيوتنج، من البروسيسور والكمبيوترات انها تحلل ال 1 تيرا بايت في الثانيه؟ طبعا لا. طيب انا عندي نظام فلتريشن، نظام بيفلتر الداتا ازاي؟ وقت ما يحصل التصادم بيبتدي يشوف الداتا في سرعه توصل للمايكرو سكند، فخلال المايكرو سكند يختار الداتا اللي انا مهتمه بيها والداتا الثانيه يمسحها. يقلل النظام بتاع الفلتريشن ده او الفلتره، يقلل الداتا من مليون حدث، 40 مليون حدث في الثانيه ل 100,000 حدث في الثانيه الواحده. برضو العدد كبير. طيب بعد ما نزلوا لل 100,000 في الثانيه، عندي نظام ثاني من الفلتريشن هنا في التريجر سيستم. الفلتريشن الثاني بيبقى فوق، بينزلهم من 100,000 لل 1000 ايفنت في الثانيه الواحده. يبقى انا وصلت من 40 مليون تصادم سيفت منهم بس 1000 في الثانيه الواحده. طيب ال 1000 دول، ال 1000 حدث دول اسيفهم على قد ايه؟ يتسيفوا على 5 جيجا. 5 جيجا دي حاجه صغيره طبعا، ونبتدي بقى نسيب الداتا بتاعتنا. عمليه الفلتره دي او التريجر سيستم اللي احنا بنقول عليه بيكون موجود هنا. كمان زي ما انتم شفتوا في تجربه الار بي سي مثلا، في التجربه انتوا كنتوا مستخدمين ار بي سي وكنتوا بتحطوا عليها هاي فولتج، بنحط عليها جهد عالي. الجهد اللي احنا بنحطه دون موجود فين؟ موجود هنا. يبقى احنا الكابلات بتاعتنا بنوصلها من هنا، من التجربه بتاعتنا تروح من المكان اللي احنا فيه للتجربه الار بي سي
بتاعتنا. ده الباور سبلاي كلها موجوده هنا، والكابلات بتروح لغايه التجربه. حاجه كمان زي ما انتم شفتوا ان التجربه بتاعتي او الار بي سي بتاعتي كان بيبقى عليها بورد، صح؟ عليها الكترونيك بورد، فكانت محتاجه هي كمان فرق جهد بيكون صغير، فرق الجهد ده برضه او الباور سبلاي برضه بتاعته بتكون موجوده هنا. ممكن نشوف واحده هنا، دي مثلا الكابلات بتاعت الار بي سي. لو نبص هنا كده، دي الكابلات، بما ان احنا مش مستخدمين ار بي سي واحده، انتوا كنتوا مستخدمين واحده، فكنا كنت بتستخدموا ار بي سيهات كتير، فبنستخدم كابلات كتير. دي كابلات الجهد العالي بتاعت اللي احنا بنوصلها لكل الار بي سيهات اللي موجوده في التجربه. انا عندي تقريبا 1036 ار بي سي موجوده في التجربه، كل واحد من دول ليه كابل عارفين رايح لانهي جزء في التجربه وانهي ار بي سي فيهم. تمام، شوفوا كميه تنظيم الكابلات برضو، ان احنا نبقى عارفين ان انهي كيبل رايح لانهي ار بي سي، لان خلال التجربه ممكن واحده من الار بي سيهات الجهد بتاعها ينزل للصفر واحنا ما نعرفش ليه، فلازم حد يجي هنا يتشيك. وطبعا ده عشان ما نخسرش داتا، يبقى لازم يكون عارف امتى ناخد الحاجه انهي ار بي سي او انهي كيبل اللي لازم يتشيك عليه. عندي برضو اكتريه السيجنال والحاجات اللي احنا بناخدها، الكابلات اللي موجوده هنا دي بتكون الكابلات دي من نوع معين، بحيث ان انت تنقل السيجنال بتاعتك من غير اي لوز، بتكون من الفايبر اوبتكس. انا ما اعتقد ان انتم ممكن تكونوا عارفينها لان انتم خلفيتكم هندسه. هننزل بقى الجزء اللي فاضل لنا. دكتور يس قولي. في سؤال. يس يس قولي قولي السؤال. لو سمحتي، هو ايه المعيار بتاع ال، عن اذنك، ايه المعيار بتاع الفلتر؟ المعيار بتاع الفلتر سؤال جميل وسؤال ذكي بصراحه يعني. طيب انا دلوقتي زي ما انا قلت ان انا عايز اخد الديسيشن بتاعي او القرار بتاعي في حدود المايكرو سكند. طيب انا ببص على التصادمات اللي حصلت، خلاص بيبقى عندي في ديتكتورز معينه في التجربه بتقدر تاخد، يعني تقدر تاخد القرار ده اسرع من ديتكتورز ثانيه، فانا بعتمد عليها. اول جزء عندي في التجربه اللي هو قريب من نقطه التصادم ده بنقول عليه سيليكون ديتكتور. اول حاجه ان ده سريع، يقدر ياخد الديسيشن في وقت سريع. طيب باخد بقى الديسيشن على اساس ايه؟ بشوف الطاقه بتاعت الجسيمات اللي خارجه. لما بيحصل عندي التصادم الاثنين يخبطوا في بعض، الجسيمات بتاع اللي جوه البروتون يخبطوا مع بعض هيد تو هيد، يعني كانهم دماغهم في بعض، تبقى طاقتهم عاليه جدا من التصادم. في جسيمات ثانيه بتبقى في الجنب في البيم من حزمه البروتونات، بتبقى الطاقه بتاعتهم اللي خارجه سوفت ضعيفه. انا مش مهتميه بالتصادمات اللي هي حوالين التصادم الاصلي، يبقى انا عندي واحد تصادم بقول عليه الهارد او اللي هو الصعب او اللي هو فيه طاقه كبيره جدا حصلت، وفي تصادمات ثانيه من بروتونات ثانيه موجوده انا مش محتاجاها. فانا بشوف اللي عنده طاقه عاليه في التصادم، الجسيمات اللي خارجه طاقتها عاليه خارجين من نقطه التصادم بالظبط، ده بعينهم، والباقي كله بفلتره. والديسيشن ده بيتاخد من اول حاجه اللي هو التراكر سيستم، اللي هو اول سيستم موجود بعد نقطه التصادم. انا ممكن اشير السكرين بتاع التصادم يا دكتوره؟ زولتان، كان يو بليز شير ذا سكرين؟ محمد هيوريكم دلوقتي زي ما احنا كنا بنقول، لما انا بصدم ما بصدمش بروتون ببروتون، انا بصدم حزمه من البروتونات مع حزمه من البروتونات، مجموعه مع مجموعه، عشان ازود احتماليه التصادم. زي طيب عايز بالظبط زي ما محمد هيوريكم. لا محمد انت ممكن تشرح عليها لان انا بالنسبه لي مش شايفه الشاشه. طب تمام، انتوا شايفين النقط الصفراء دي؟ النقط الصفراء دي ما هي الا عباره عن تصادمات، والخطوط الخضراء دي ما هي الا نواتج هذه التصادمات. انه اللي هو له اهميه بالنسبه لي، بشوف الطاقه، بشوف المسار بتاعه، بشوف الطاقه الكليه، بشوف حاجات كتيره، بحيث ان هو يبقى انا عندي مثلا على سبيل المثال الاخضر ده كله ملوش لازمه بالنسبه لي، باجي شايله. واللي بيبقى له اهميه زي الخط الاحمر ده او الخط الازرق ده، فهم ده اللي بيتخزنوا بس. تمام، لكن دي كلها تصادمات بتحصل. تمام، انا مش محتاج ده كله، انا محتاج حدث معين اللي هو بيبقى بيمثل الفيزيكس بتاعتي اللي هو ذا اهميه ليا. فبالتالي انا باخد مثلا على سبيل المثال اللي هو الخط الاحمر او الخط الازرق، طبعا مش انا اللي باخد ده، بيبقى برنامج. البرنامج ده عن طريق دراسه مثلا اللي هو البيكسل ديتكتور او التراكر على سبيل المثال اللي هو الدكتوره ريهام قالت عليه، فبيحدد هل ده له اهميه بالنسبه لي ولا لا. واللي غير كده بيجي شايل الاخضر ده كله ماليش اي لمس بالنسبه لي، بيجي لغيه خالص او محيه خالص. طيب تمام كده احنا جاوبنا على سؤالكم صح؟ تمام اوكي. طيب واحنا بنتحرك كده، لو تلاحظوا ان احنا عندنا هنا باب احمر، لو نلاحظ الوان البيبان كل حاجه بيكون ليها انديكيشن او حاجه. يعني احنا في الاول كان الباب اخضر، يعني احنا مسموح لنا ندخل.
الباب الاحمر ده ممنوع الدخول، الباب ده بيوديني على الانبوبه الكبيره بتاعت المصادم الهدروني الكبير اللي هي اللي على محيط 27 كيلومتر. الباب ده بنستخدمه بس في حاله الطوارئ، لو في حريق في الجنبين مش قادرين نخرج يبقى ده الحاجه الوحيده اللي ممكن نخرج منها. مجرد ما نفتح الباب ده هنوقف المصادم، هنوقف البيم كله ونوقف كل التجارب. يبقى الباب ده خطورته ان احنا ممكن نوقف تجربه كلها، بقى لازم اللي يفتح الباب ده يكون اكيد فيه خطوره. حاجه كمان، لو نبص على الشخص اللي موجود قدامنا دون، لما تيجي داخل عند الانبوبه بتاعه اللارج هادرون كولايدر دون، في غازات كتير مستخدمه في التبريد. في حاله حدوث تسريب للغاز كلنا متعودين ان احنا نفك الماسك ده، ده ماسك بيكون جواه الباج دي، متعلم ان انت تفك الماسك ده وتركبه على بقك وعلى مناخيرك وعلى عينيك بحيث ان انت تحمي نفسك من الغاز، وبتكون متدرب تستخدم الماسك ده في خلال 40 ثانيه. يبقى في خلال 40 ثانيه تقدر تركب الماسك لنفسك وتقدر تخلي، تقدر تطلع من التجربه. حاجه كمان احب اوريها هنا عشان لو ما عديناش عليها، الجهاز ده برضو للامان، بما ان انا بكون في التجربه ممكن يبقى فيه اي حاجه راديشن على جسمي، فالجهاز ده بنقف عليه تحط رجليك وتحط ايديك الاثنين وتبتدي تشك تشوف هل في راديشن موجود على ايديا ورجليا على جسمي ولا لا. واحنا ماشيين بقى زي ما انا كنت بقول لكم، ورا الباب ده في الانبوبه الكبيره، ادي الانبوبه اهو ورا الحيطه دي بالظبط، ادي التيوب الكبيره بتاعه المصادم الهدروني الكبير اللي احنا شفناه اللي هي على محيط 27 كيلومتر، وجواها انبوبتين صغيرين، واحده تتحرك في اتجاه والثانيه باتجاه، وبييجوا يتصادموا عند نقطه الديتكتور. زي ما محمد كان بيورينا من شويه، محمد وريكم دي عمليه التسريع اللي احنا كنا ماشيين من جزء لجزء لغايه ما وصلنا للتجربه الكبيره. طبعا احنا هنا بنتكلم على التيوب دي، واحنا هندخل هنا دلوقتي. حاجه واحده انا حابه اوريها لكم، السرعات. شوف احنا لما نوصل في المصادم الهدروني الكبير وصلنا 99.999 من عشره من سرعه الضوء، يبقى انا عندي بحرك البروتون بطاقه عاليه وبسرعه توصل لسرعه تساوي سرعه الضوء. دلوقتي احنا هنكمل وهنعدي بقى الجزء الاخير بتاعنا ده، الباب الثالث اللي احنا هنخش منه. الباب بقى اصفر، منطقه اشعاع. يبقى احنا مش كل الناس يعني خلال التجربه وهي شغاله وفي تصادمات واشعاع نقدر نقف لغايه هنا، بعد كده ما نقدرش نعدي الا لما تكون التجربه مفتوحه. واحنا دلوقتي التجربه ما فيش تصادم، هي التجربه اتقفلت على بعضها بس ما فيش تصادمات. برضو هنعدي بنفس الطريقه، هنبادج ونعمل سكان للعينين واحنا داخلين برضو عشان ما حدش يدخل ما يكونش ليه اكسس. اوكي انا كده عديت، هنستنى برضو نعوم يتعدي. طبعا زي ما كنت بقول لكم، المكان اللي احنا بنقف فيه دون ده بيكون فيه انفراريد راديشن، بتتشك كده ان ما حدش معاه اي معدات او معاه حاجه هو داخل. طبعا نعومي عشان معاها كاميرا فساعات الباب بيديتكت الكاميرا، بيعرف ان في كاميرا وما بتعرفش تعدي. هي دلوقتي هتحاول تاني مره كمان وان هي تعدي بالكاميرا. اوكي كده تمام، هي تعمل بس سكان لعينيها. وادي كده نعومي عدت. طيب احنا كده ماشيين، هننزل بقى كاننا رايحين ال 10 متر اللي فاضلين. طبعا الانابيب اللي انتوا شايفينها دي نظام تهويه. الحيطه اللي احنا شايفينها دي، الحيطه دي عشان تحمينا من الاشعاع، لان احنا بنقف في الناحيه الثانيه وقت ما نكون عايزين نصلح حاجه ويكون الديتكتور شغال. الحيطه دي 7 متر من الخرسانه ومن الحديد ورصاص بحيث انها تمنع الاشعاع ان هو يوصل لنا. طبعا ما فيش اي، ما حدش بيدخل هنا في التجربه مش شغاله. طيب ده اخر باب احنا هنوصل منه للتجربه. دي تجربه السي ام اس زي ما انا كنت بقول. تعالوا بقى نبص هنا كده، دي انا هبص معاكم في الكاميرا. شايفين الانبوبه البرتقاني الكبيره دي، ادي صباعها هيشاور عليها ايه، دي الانبوبه اللي جايه من اتجاه الانبوبه الكبيره دي اللي احنا شايفينها دي، دي الانبوبه بتاعه التيوب اللي جايه من المصادم الهدروني من اتجاه، في واحده زيها جايه من الناحيه الثانيه، ودون الديتكتور الكبير بتاعي. بصوا بقى على حجم الديتكتور، 15 متر ارتفاع كله، ده عرض وارتفاع بتاعه 15 متر تقريبا، طوله 22 متر. طبعا شايفين في ناس فوق اهي،
عماله تصلح وبتشتغل في الديتكتور، منورين نور اهو، دول بيشتغلوا عشان يصلحوا او يعملوا كوميشننج للديتكتور قبل ما الديتكتور يشتغل. احنا ممكن نكمل بقى معلش. ايه طالب بس حضرتك بس كويشن يس اسال كنت بس حضرتك بس ازاي في المكان اللي بيتم تخزين فيه الطاقه دي وازاي بيتم نقلها؟ الطاقه ولا الداتا اللي طالعه؟ الداتا الداتا اللي طالعه. طيب زي ما انا قلت لكم ان احنا فلترنا الداتا وعندنا مجموعه صغيره بس بعد مستويين الفلتره اللي احنا عملناهم، بنعين جزء من الداتا وبنسيفها. الداتا دي بتتسيف على ديسكات، طبعا بيكون بقى كومبيوتنج باور كبيره، بتتسيف على ديسكات على دول مختلفه على مستوى العالم. بنعمل حاجه اسمها شبكه تير 0 وتير 1 وتير 2. تير 0 دي اللي هي الشبكه الاصليه او الزيرو، اللي هي نقطه اخذ الداتا اللي هي التجربه في سيرن. الداتا دي بتتخزن على سنترز او راكات كبيره بيكون فيها اللي هي الحاجات اللي احنا بنخزن فيها الداتا زي السي بي يو. خلاص بعد كده عن طريق الانترنت جزء من الداتا دي بيتنقل لدول ثانيه تتحفظ، لان الداتا ما ينفعش تفضل في مكان واحد، انما بيكون لها نسخه في اكتر من دوله. بعد ما بنسيفها على المستوى دوله ثانيه، وفي مستوى ثالث اللي هم المستخدمين او سنترز ثالثه. يبقى هي مجرد حاجات تخزين زي ما احنا متعودين، مستويات تخزين زي ما انت بتخزن الداتا بتاعتك على سي بي يو، بس السي بي يو بتاعتنا اللي موجوده في البيت صغيره، هنا بيستخدموا سي بي يو بيكون حجمها اكبر، بيستخدموا سوبر كمبيوترز. والداتا زي ما انا قلت لك بتتسيف نسخه في سيرن، نسخه من دول ثانيه حوالين العالم. واحنا كمستخدمين لما بعوز الداتا بستدعي الداتا دي من الدول اللي موجوده فيها الداتا، ببقى عارفه ان الداتا الفلانيه اللي انا عايزاها متخزنه في ايطاليا وفي امريكا وفي بريطانيا، بستدعي الداتا بتاعتي من على سيرفر معين من الدول دي وابتدي اشتغل عليها. الداتا دي ما بتتمسحش، الداتا اللي تطلع من التجربه مهما كان من بدايه التجربه ما اشتغلت في 2009 لغايه دلوقتي، الداتا دي كلها متسيفه ومتعانه ونقدر نستخدمها في اي وقت. نكمل ماشي. طيب احنا كده هندخل بقى عند التجربه. اللي انا عايز اقوله واحنا ماشيين، لو تبصوا على الديسكات الزرقاء اللي انا او الحاجات الزرقاء دي، ده كل ده جزء من التجربه. يبقى كل ده ديسك اللي انا وريته لكم، الحاجات المدوره اللي احنا كنا شايفينها وهي نازله من فوق دي، كل ده ديسكات واحنا ماشيين. لو تلاحظوا برضو ان كل حاجه موجوده عليها هي رايحه فين وجايه منين، يعني كل كيبل من دول رايح فين لانهي جزء في الديتكتور او الساب ديتكتور بتاعي، نكون عارفين هو متوصل فين. طبعا لان المكان ده ممنوع النزول والتجربه شغاله طبعا عشان الاشعاع. طيب هي النقطه ان التجربه بتاعتي كلها اتقفلت على بعضها. احنا كده ماشيين ال 22 متر ووصلنا للناحيه الثانيه من التجربه. عايز اوريكم حاجه هنا بقى، نبص بقى على الانبوبه من الناحيه دي، الانبوبه اللي احنا كنا شفناها من الناحيه الثانيه. انا كده وصلت للناحيه، شفنا الناحيه الاولانيه اللي كانت برتقاني وادي الناحيه الثانيه. بصوا بقى الانبوبه هنا بترفع قد ايه، هي ما كانتش باينه هناك عشان كانت اتغطت اتقفلت. بصوا الانبوبه هنا رفيعه ازاي. اللي عايز اقول لكم عليه ان انا البروتونات بفضل اعصر فيها زي ما نكون بالظبط بنعصر، نفضل نضغط على البروتونات بحيث ان حجم البيم بتاعي، حجم البيم اللي هو اللي فيه البروتونات يكون قد حجم شعره من شعر الانسان. تخيل كده الشعره بتاعتك نص قطرها او قطرها ايه. انا بجمع البروتونات كلها، الحزمه كلها، بحيث ان مساحه المقطع بتاعتها توصل لحجم شعره، وده شكل الانبوبه بتاعتي. طيب الديتكتور بتاعي العملاق الكبير ده، كل ده بيتكون من ايه؟ محمد لو كان ينفع يجيب السلايد اللي فيها شكل الديتكتور بالظبط. ادي زي ما احنا كنا بنقول، انا عندي بروتونات بتيجي بتتحرك من اتجاه الفضي من الشمال ومن اليمين، والاثنين بيتصادموا في نقطه التصادم. طيب وانا خارجه من نقطه التصادم، احنا كده شايفين الظهر الاحمر ده الظهر بتاع الديتكتور. نقطه التصادم اللي موجوده في نص الديتكتور دي، الجسيمات اللي خارجه من عندي بشوفها ازاي؟ محمد كان اوكي بالظبط. كل جزء من الديتكتور زي ما احنا شايفين في جزء كده عند الانبوبه جوه، لو محمد يشاور بالماوس على الديتكتور نفسه، في جزء داخلي كده جوه في الديتكتور احنا مش شايفينه، ده اللي كنا بنقول عليه التراكر، ده اللي بيشوف الجسيمات، بيشوف المسار بتاعها هي ماشيه ازاي. بما ان انا عندي الجسيمات اللي خارجه مشحونه، لو انتم عارفين كده من الفيزياء، لو انا عندي الكترون، الالكترون ده عنده شحنه سالبه، لو حطيته في مجال مغناطيسي فبيلف في عكس اتجاه الجسيم اللي شحنته موجبه. فانا في التراكر بقدر اشوف الجسيمات بتاعتي بتلف شمال او يمين،
اللفه دي بناء على المجال المغناطيسي اللي انا مطبقاه اللي هو لونه فضي. يبقى اللون الفضي اللي انتوا شايفينه الدايره الفضي دي ده الكويل او الماجنت، الماجنت بتاعي اللي هو زي المغناطيس بتاعنا اللي احنا بنستخدمه ده اللي بيعمل لي مجال مغناطيسي، واقدر اشوف الجسيمات وهي بتلف شمال ويمين في التجربه بتاعتي، وبالتالي اقدر افرق الجسيمات عن طريق الشحنه. طيب الجزء اللي بعد كده لو تلاحظوا من الرسمه اللي محمد بيشاور عليها تحت، ان مثلا الالكترون بقدر اشوف المسار بتاعه في الجزء الاولاني. طب الالكترون وهو خارج ده وانا عايز اعرف طاقته قد ايه، ماشي بطاقه قد ايه، اعرف طاقته منين؟ من حاجه تانية، جزء تاني من الديتكتور اللاير اللي بعدها، الدايره اللي بعدها اللي هي الخضراء دي، ده حاجه اسمها كالوريمتر، ده هدفه ان هو يمتص الطاقه بتاعه الالكترون، يمتص كل طاقته ويوقفه. يبقى انا عرفت ان هنا في الكترون. طب هفرقه ازاي عن الجسيم اللي شحنته موجبه؟ ارجع ابص على التراكر ورا، لو في شحنه موجبه هيلف في اتجاه والشحنه السالبه بتلف في اتجاه تاني. يبقى انا فرقت الشحنه من اول جزء في الديتكتور، الجزء التاني قدرت اعرف الطاقه. طب لو خرج عندي بروتون، يبقى اللاير اللي بعدها الطبقه اللي بعديها بتشوف البروتون، يعرف ان في هنا بروتون واشوف اتجاه لفته ازاي، يبقى انا عرفت ان هو مشحون موجب. طيب لو عندي جسيم مش مشحون ما بيعملش اي افكت في المجال المغناطيسي، ما بيلفش، واقدر اشوفه في الجزء اللي هو بتاع الكالوريمتر ده زي النيوترون. طيب وادي بعد كده الجزء الفضي ده وندون الماجنت اللي هو المجال المغناطيسي، واخر جزء انتوا شايفينه ده الجزء اللي هو الجاز ديتكتور اللي فيه منه واحد من ضمن دول اللي هو الار بي سي. زي ما انا قلت لكم ان انا عندي حوالي 1036 ار بي سي متوزعين في التجربه كلها. طيب الهدف من الار بي سي ده ايه؟ زي ما انتوا كنتوا شفتوا خلال التجربه بتاعتكم اللي انتوا عملتوها هنا في سيرن، ان هو يشوف جسيم زي جسيمات الميون. جسيم الميون ده زي ما انا قلت لكم هو زي الالكترون بالظبط، عنده زي الشحنه زي بتاعته وبيتصرف زيه، بس هو الاخ الاكبر فكتلته اكبر شويه. فالميون الوحيد اللي يقدر يوصل عندي للاخر في الميون سيستم، واقدر اشوف جسيم الميون دون في الار بي سي. انا اوريكم بس ده شكل الديتكتور من جوه. طبعا الديتكتور اتقفل دلوقتي على بعضه، فاحنا نقدر بس نشوف الـ زي ما احنا شفنا في الصوره. انا هنزل تحت جنب الديتكتور وهنشوف بقى اخر حاجه عايز اوريها لكم في شكل الديتكتور. واللي انا عايز اقوله ان كل فكره التجربه دي كلها فكره بسيطه، يعني انت مجرد ان انت عندك زي ديتكتور بغاز او باي حاجه او زي سوليد او اي حاجه بنشغله زي ما انتم عملتوا التجربه بسيطه في المعمل بالار بي سي، نفس التجربه دي بنقدر احنا نعملها على سكيل كبير بقى. اوكي احنا نزلنا جنب الديتكتور هنا، طبعا هو في ناس بس شغاله، هنروح احنا الناحيه الثانيه. طبعا زي ما احنا كنا بنشوف فوق، بصوا كده على الجزء الاحمر الكبير ده، الجزء الكبير من اول هنا الريد بارت فروم هير من هنا للاخر دون الديسك اللي احنا كنا بنتكلم عليه فوق. لو انتوا فاكرين في الماكيت كان عندي سلايسز كده في الماكيت في الدايره، ادي الاجزاء بتاعتها هي اللي كانت نازله. تخيل ان الجزء الكبير ده اللي انت شايفه من اول هنا فروم هير تو هير، كل ده بالحجم الارتفاع 15 متر، كل ده نزل كقطعه واحده. وطبعا هنا في سيرفز ثانيه كابلات اللي هي بتوصل لاجزاء الديتكتور. طبعا انا رحت بس عند الديتكتور من الناحيه الثانيه. لو تلاحظوا برضو ان الديتكتور زي ما انا قلت لكم عباره عن اسطوانات، الاسطوانات دي بنشدها او بنضمها لبعض وبعد كده ساعات بنفكها في خلال ان احنا بنشوف الديتكتور. دون جزء من اللي هي الحاجات الدواعم بتاعه، الجزء الاحمر ده سبورت للديتكتور بتاعي، بيكون عشان يقدر ان هو نمسك الديتكتور كله على بعضه. وطبعا خلال التجربه لما بتكون مفتوحه بكرينس او بمعدات تقيله نقدر نشد ده ونرجعه مكانه بالريلز اللي تبقى موجوده تحت. مش انا بقول لكم بقى ان احنا بنتكلم على مجال مغناطيسي، انتوا عارفين طبعا لما بيكون عندك مغناطيس تقدر تلعب بالابره او بالدبوس في المجال المغناطيسي. طيب احنا عندنا هنا مجال مغناطيسي، بس المجال المغناطيسي دلوقتي مقفول، بس من شدة المجال المغناطيسي، المجال المغناطيسي اللي عندنا في التجربة 4 تسلا. 4 تسلا ده يعني 100,000 مرة أكبر من المجال المغناطيسي بتاع الأرض. تخيل كده إن أنا في التجربة بتاعتي دي بولد مجال مغناطيسي 4 تسلا، الـ4 تسلا أكبر من المجال المغناطيسي بتاع الأرض بـ100,000 مرة. المجال المغناطيسي كبير، هو يعتبر الجزء السولينويد اللي هو بيولد المجال المغناطيسي دوت
اكبر واثقل حته عندي في الديتكتور هو الجزء ده لوحده بيوصل بيوزن 12000 طن. التجربه كلها على بعضها 14000 طن. حجم اللي انت شايفينه ده 14000 طن، منهم بس الجزء اللي هو السولينويد الجزء الفضي اللي انا كنت بوريه لكم ده 12000 طن. طب بما ان المجال المغناطيسي بيبقى عالي واحنا شغالين، حتى لو المجال المغناطيسي دلوقتي مقفول لسه في بقايا للمجال المغناطيسي. يعني انا لو جبت دبوس كده وحطيته على الجزء الحديد هنلاقي الدبوس بيقف في المجال المغناطيسي. بصوا كل حاجه متمغنطه حتى لو المجال المغناطيسي مقفول، بس لسه عندي بقايا لان الاحمر ده عندي ده سبورت ده حديد، فالحديد لسه محتفظ بخواص المجال المغناطيسي حتى لو انا قفلت المجال المغناطيسي. بصوا فبيتحرك في المجال المغناطيسي. اللي انا عايز اقوله كمان ان كل جزء من اجزاء التجربه دي ما اتبناش، احنا هنشيلهم طبعا عشان لو شغلنا المجال المغناطيسي واحنا نسينهم هيطيروا، هيطيروا في التجربه وممكن يعملوا مشكله بعد كده. كل جزء موجود في التجربه دي مش دوله واحده اللي بنته. اللي انا عايز اقوله لكم ان تجربه السي ام اس اكتر من 54 دوله مشتركه، اكتر من 5500 شخص. الشخص ده فيزيائي او مهندس او تكنيشن او طلبه، يعني احنا 5500 واحد شغالين على التجربه دي من 54 دوله، اكتر من 240 جامعه. كل جامعه بتقوم بجزء معين، يعني ممكن نلاقي جزء صغير جاي من التجربه دي جاي من امريكا، جزء جاي من المانيا، جزء جاي من ايطاليا. في دول بس مجرد انها بتاخد الحاجات تختبرها اوليا في المعمل قبل ما تيجي تتركب هنا. فالتجربه دي مش قايمه على بلد واحده ولا قايمه على حكومه واحده ولا قايمه على شخص واحد، التجربه دي قايمه على ناس كتير. كل واحد شغال في التجربه دي عجله في ترس. وعايز اقول لكم ان دور المهندسين كبير جدا في التجربه معانا. احنا كل الشغل اللي انتم شايفينه ده اكتريته شغل مهندسين. يعني انتوا ان شاء الله ممكن نلاقي مجموعه منكم ان شاء الله بعد كده بعد ما تتخرجوا ان شاء الله من كليه هندسه نلاقيكم شغالين معانا هنا في التجربه. انا وريتكم هنا الاجزاء بتاعه التجربه. طبعا مش معنى ان التجربه مقفوله ان كل حاجه مقفوله، لا، كل الديتكتور الصغيره شغاله وكل جروب بيعمل كوميشننج، يعني يبتدي يتاكد ان كل حاجه كل جزء من التجربه بتاعتنا شغاله قبل ما نقفل ونعمل التصادمات. خلاص احنا هنا خلصنا، و احنا هوريكم بس ارتفاع الديتكتور وممكن تشوفوا كمان التجربه الشفط اللي نزل منه الديتكتور. بصوا كده فوق مع نعومي، بصوا كده فوق مع نعومي هنلاقي ده المكان اللي نزل منه التجربه على بعد ال 100 متر كلهم لو انتم شايفينهم من فوق. نزلنا هنا الديتكتور جزء جزء نزل من المكان اللي انتم شايفينه ده. دول ال 100 متر اللي احنا نزلناهم بالاسانسير واللي نزل منهم الديتكتور. اوكي احنا كده تقريبا خلصنا تحت. حد فيكم عنده حابب يسال حاجه تحت قبل ما نطلع فوق؟ ودي الفتحه هي دكتوره اللي نزل منها الديتكتور هنا على سطح الارض. بالظبط دي الفتحه اللي نزل منها الديتكتور على سطح الارض. ده الكهف بتاعي اللي الكهف الكبير اللي موجود فيه الديتكتور. تمام، ساعه ما بيبقى التجربه شغاله طبعا الكهف ده برضو بيتقفل. احنا اتفضل. هو التجربه كاملة يعني بتاخد وقت قد ايه؟ الايه؟ التجربه بتاخد وقت قد ايه؟ التجربه بتاخد وقت قد ايه؟ يعني التجربه عمليه التصادم نفسها. بصي التجربه شغاله من 2009، كل فتره بيبقى فيه رن تصادمات معينه وبنسيف داتا عند طاقه معينه، بعد كده التجربه بيحصل لها تحديث. طبعا الديتكتور ده مش بنفس الشكل من ساعه ما اتبنى، بتحدث فيه حاجات. الشكل الكبير هو بس الاجزاء الصغيره اللي جوه حصل لها تطوير، لان احنا كنا بادئين بطاقه قليله جدا، بعد كده طاقه البروتونات اللي بتصادم كانت طاقه قليله، بعد كده رفعناها شويه لاعلى، بعد كده رفعناها اكتر دلوقتي، وكل مره بنقول عليها رن. يعني كان عندنا رن 1 دي كانت الطاقه بتاعه التصادم 7 تيرا الكترون فولت، وسيفنا الداتا عشان نطلع. طلعنا بعد كده لل 8، دي كانت الرن 2. الرن 3 بدات، لو كنت شفتوا الحدث ده كان بدات السنه اللي فاتت، وتاخد ران بتبقى كذا شهر نشتغل، وبعد كده الديتكتور يتفتح نتاكد من الاجزاء بتاعه التجربه، نتاكد من الاجزاء بتاعه التجربه شغاله، وبعد كده نعمل ران جديده. طبعا احنا هنا الديتكتور دلوقتي احنا عملنا في الران 3، بدانا الران تاخد داتا في الفتره اللي فاتت، فتح الديتكتور يتاكد ان كل الاجزاء شغاله، لو في جزء بيتبدل
وبعد كده نعمل الرن الثانيه. والتصادم دون او البيم بيقعد يلف فتره في الديتكتور بتاعي في ال اتش سي، وبعد كده بنعمل التصادمات دي. الرن بقى نفسها الوقت ممكن تختلف، ممكن تبقى فيه رن 5 دقائق، ممكن تبقى فيه ساعه، ممكن تبقى فيه 8 ساعات، على حسب جوده البيم بتاعي وعلى حسب الداتا اللي احنا بناخدها. انا كده جاوبت على سؤالك صح؟ اوكي. طيب انا هطلع بقى اوريكم حاجه في الاخر، احنا هنطلع بقى على طول لغايه السطح، هوريكم الكنترول روم، وحده التحكم اللي احنا بنتحكم منها في الداتا، ازاي بناخد الداتا، ازاي الناس اللي قاعده فوق شغاله بتعمل ايه، تبقى الكنترول روم. وبعد كده هنرجع لمحمد. هنطلع بقى مره واحده للسطح من هنا من الاسانسير. اوكي هنا. Let's go from here. Pardon. اوكي. طبعا وانتم ماشيين كده معايا، بصوا الانابيب الطويله دي، ده نظام التهويه، نظام التهويه بتاع التجربه. طبعا لازم يغذوا التجربه من جوه، لو احنا شغالين لازم يكون في هواء جوه. وطبعا اكيد لو في هواء خارج بيتعمل له فلتريشن، ويتعمل حساب ان مفيش راديشن خارجه مع الداتا بتاعتنا، او سوري خارجه مع الهواء بتاعنا. هنخرج بقى دلوقتي تاني من الديتكتور، هنخرج هنا بقى للأسانسير لسالب 3. طبعا مش محتاجين نعمل سكان لعينينا ولا حاجه، لان احنا خلاص خارجين. دكتور عندي سؤال تاني. اتفضلي اسالي. هو التجربه دي بتضر البيئه بحاجه؟ لا، ما بتضرش البيئه في اي حاجه خالص، مفيش اي ضرر على البيئه، مفيش اي ضرر على الاشخاص. في جروب انفايرومنتال مهتم ان هو يعرف البيئه بتاعتنا امان ولا مش امان، فمفيش ليها اي ضرر خالص على البيئه. طبعا احنا هنطلع فوق والبتاع هيقطع في الاسانسير، هقابلكم على السطح. تمام. زولتان، can you please share the screen؟ اوكي. طبعا يا شباب احنا قلنا احنا عندنا 4 تجارب اساسيه، اللي هم السي ام اس واطلس واليس وال اتش سي بي. سي ام اس ده الاغراض متعدده، واطلس هم الاثنين لازم يعملوا كونفرميشن لبعض، ياكدوا على بعض نفس الحاجات. عندي طبعا تجارب تانية زي اليس. اليس دي بتدرس الانويه الثقيله، ان هي بتعمل تصادم الانويه الثقيله في قلبها. وعندي ال اتش سي بي ده بيدرس اللي هو بنسميه البيوتي فيزيكس او الجسيم بي، بيدرس اي الفيزياء المتعلقه بالجسيم، بجسيم اسمه بي او الكوارك اللي اسمه بي. طبعا لو جينا هنا، طبعا ده شكل الماكت اللي انت شفتوه وشكل توضيح له، شايفين طبعا حجم الانسان بالنسبه لحجم التجربه. تمام. طبعا هنا انا عندي هنا الكفرن الكبير اللي احنا واقفين جنبه حاليا، وده الكفرن الصغير اللي الدكتوره ريهام نزلت عنده ووريكم ايه اللي بيحصل، اللي هو الفلتريشن والكلام ده كله، التريجر سيستم. ده بيبقى شكل بقى الداتا بنشوفها ازاي في قلب الديتكتور. تمام. بتبقى مثلا بيبقى انا عندي ساعد الجسيم بيمر فيه الديتكتور بتاعي، فبيحصل عندي بلس. البلس ده يعني ايه؟ مر تيار كهربي مره واحده مفاجئ. فالتيار الكهربي ده ما يمر مره واحده مكافئ، يعني التيار كان صفر في قلب الديتكتور ومره واحده بقى على سبيل المثال 1. فبالتالي من صفر لواحد معنى كده ان في جسيم عدى هنا او ظهر هنا بالنسبه لي، فبالتالي هو الديتكتور يجي اي اريلي ده كجسيم. وده طبعا جسيمات مختلفة طالعة في قلب الديتكتور وهكذا. طبعا ده التصادم اللي احنا اتكلمنا عليه شكله. وطبعا في عندي ديتكتورز بتقدر ان هي برضو ان هي تشوف الجسيمات اللي جاية من قلب الكون نفسه، و
طبعا بتعمل زي عمليه تصادم مع جسيمات الهواء او مع الغلاف الجوي، وبتصل بالشكل ده لسطح الارض. فطبعا بيبقى في عندي ديتكتورز برضو بتقدر ان هي تشوف لي الجسيمات دي اللي هي جايه من قلب الكون الخارجي. سامعيني كده تاني يا محمد؟ اه سامعينك يا دكتور. طيب عشان بس للمصداقيه، زي ما كانوا زميلتنا بتسال كده، في اي حاجه بتاثر علينا او على البيئه؟ ادي بالظبط، بصوا زيرو ملي سافارت، يبقى انا ما خدتش اي نسبه اشعاع، حتى لو التجربه شغاله. طبعا احنا ما بننزلش والتجربه شغاله جنب التجربه كده، انما بنكون بس لغايه الماينس 2 اللي احنا كنا شفناه، ما بننزلش للاخر. هوريكم بقى، نروح على الكنترول روم. بس قبل ما اروح على الكنترول روم، حاجه خاصه للبنات، دي تجربه دي اس بي سي ام اس. لو تلاحظوا كده سي ام اس مكتوبه بالابيض، وكل مربع من دول صوره شخص من الناس اللي كانت موجوده هنا. احب اقول لكم ان الحاجات اللي في الابيض دي، ان الصور اللي في الابيض صور وومن، صور نساء. فالبنات ليهم نصيب كبير وفرصه كبيره هنا في التجربه، مش قايمه بس على عنصر رجالي، ده موجوده برضو في عنصر نسائي اللي موجودين في كلمه سي ام اس. ممكن نقرب نبص كده. Now we can go to Naomi. Where is Naomi? Naomi and Zoltan behind the scenes. Yes. Yes. Just to let you know, Naomi, she is holding the camera behind the camera, and Zoltan is behind also the camera. Okay. هنروح بقى دلوقتي للكنترول روم، آخر حاجة عايزة أوريها لكم. تمام. طبعا تجربه زي تجربه سي ام اس دي من اصغر التجارب الموجوده في تجارب المصادمه الهيدرون الكبير، ولكن رغم صغرها ده الا ان هي تجربه حجمها كبير. تمام. اكتسبت الشكل الصغير بتاعها او الحجم الصغير بتاعها ده نتيجه ان المجال المغناطيسي او المغناطيس بتاعها ده مجاله كبير جدا، فبالتالي هي زي اطلس، ولكن اطلس حجمها اكبر منها نتيجه ان اطلس بيستخدم تكنولوجيا مختلفه للمغناطيس بتاعه، لكن سي ام اس بيستخدم كومباكت ميون سولينويد اللي هي تجربه صغيره كومباكت، يعني حجمها صغير مقارنه باطلس، ولكن هي بتعمل نفس الاغراض بالظبط، ولكن حجم صغير وحجم كبير، تكنولوجيا مختلفه. هنا المغناطيس مجاله كبير جدا مقارنه بالمغناطيس بتاع مجال اطلس، وده يوضح لي اهميه المغناطيس او المجال المغناطيسي بتاعي في ان هو يقدر يحصر لي الجسيمات بتاعتي في مدى صغير جدا، اقدر اعمل ديتكشن له في المدى ده. انت سامعنا كده يا محمد تاني؟ طبعا الدكتوره ريهام كده في الكنترول روم. انتوا كده سامعنا يا محمد؟ اه سامعيني كده يا دكتور. اوكي، احنا كده وصلنا للكنترول روم، سي ام اس كنترول روم، دي وحده التحكم كده على السطح فوق الارض. وحده التحكم عندنا فيها جزئين، اوضتين، جزء اولاني هنا وجزء تاني. الجزء الاولاني ده خاص بكل جزء من الديتكتور، والجزء التاني ده دي هنقول انها النظره العامه. طيب الجنب ده كل جزء من الديتكتور زي الار بي سي مثلا ليهم الديسك ده، دول مسؤولين على جزء. عندنا جزء تاني من الديتكتور، هقول لكم باي باي اهو، دول مسؤولين على جزء تاني من الديتكتور. يبقى كل جزء من الديتكتور بتاعي ليه الاكسبرت او الخبره بتوعه اللي قاعدين. تمام. طيب ده كده نقطه التحكم او الخبراء بتوع كل جزء من التجربه. لازم يكون في ناس تبص على التجربه كنظره عامه. عندي بقى هنا دي وحده التحكم الثانيه، عندنا هنا الجزء الاولاني الدي سي اس او ديتكتور كنترول سيستم والسيفتي سيستم. السيفتي سيستم اللي قلت لكم عليه تحت، اللي هو نظام الامان اللي كان موجود في التجربه، لو في اي حريق او اي انذار هيظهر عندي على الشاشات، والشيفتر اللي موجود الدي سي اس شيفتر هيكون مسؤول ان هو يبلغ ان في مشكله. برضو الدي سي اس بيبقى مسؤول عن كل جزء من الديتكتور، يعني كل جزء من الديتكتور موجود ظاهر قدامه لو في اي الارم او في اي مشكله هتظهر هنا. طبعا ده غير الكاميرات اللي موجوده اللي بتصور لي كل جزء من الديتكتور موجود قدامي، واقدر اعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج. فانا نقدر برضو جزء تاني نقدر نشوف البيبان اللي احنا دخلنا منها، احنا دخلنا من هنا، ونقدر نعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج. ده الدي سي اس سيستم. زي ما انا قلت لكم تحت كان في تريجر سيستم اللي قلت لكم عليه، الشخص او الشفتر اللي مسؤول هنا عن التريجر اللي هو عن عمليه الفلتريشن بتاع الداتا. عندنا شفتر تاني اسمه الدك شفتر، ده اللي من عنده بالظبط تبتدي عمليه اخذ الداتا، ان انت ستارت، ان انت ستارت التجربه او تجميع الداتا. طبعا في الاخر عندنا البوس بتاعنا اللي موجود شيفت ليدر، ده اللي مسؤول على كل جزء من الديتكتور او مسؤول على النظره العامه لو في اي مشكله، بيتواصل مع اللارج هادرون كولايدر. عايز اقول لكم ان الشفتات دي موجوده 24 ساعه
ثلاث شفتر بيكون موجودين كل واحد 8 ساعات 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، تجربه دايما شغاله وفي ناس موجوده انها تشتغل عليها. هنرجع بقى عند محمد ومكان مجينا، لو حد حابب يسال اي حاجه ممكن ناخد سؤال واحنا ماشيين. اللي انا نسيت حاجه كنت حابه اقولها لكم برضو عن تجربه السي ام اس واطلس. تجربه السي ام اس لو انتم سمعتوا عن اكتشاف جسيم في 2012، اكتشفوا جسيم تجربه سي ام اس وتجربه اطلس، اكتشفوا جسيم جديد اللي هو اسمه الهيجز بوزون. ده جسيم كان من نظريا موجود من سنه 64 بس اكتشف عمليا في التجربه بتاعتنا في 2012 واتخذ عليه جائزه نوبل في الفيزياء في 2013. ده كان من اكبر الاحداث اللي حاجه من اكبر اكتشافات تجربه السي ام اس واطلس. ممكن حد يقول طب احنا ليه عندنا تجربتين، تجربه سي ام اس واطلس الاثنين بيدوروا على نفس الاهداف بتاعه الفيزياء، بيدوروا على نفس الهدف اللي احنا عايزينه واحد، طب احنا ليه بنعمل تجربتين بتكنولوجيا مختلفه عشان نمنع اي خطا. كل تجربه ليها التكنولوجيا بتاعتها، كل تجربه ليها التركيب بتاعها، كل تجربه ليها المهندسين والناس اللي قايمين عليها، وليها الداتا بتاعتها اللي بتخرج، وليها الفيزيائيين اللي بيحللوا الداتا. لو في تجربه منهم حصلت خطا الثانيه مش هتحصل فيها، التصادم بيحصل في نفس الوقت في التجربتين، في تجربه السي ام اس واطلس. احنا بنشوف الداتا واحنا بنشوف الداتا من التجربتين. اوكي انا رجعت تاني هنا عند محمد. سامعني تاني؟ اوكي احنا رجعنا تاني زي ما انا كنت بقول لكم الفيديو واحدة. سوري لو انتوا سامعين نويز ورا، بس عشان في ناس بتشتغل بتزق حاجات فالصوت عالي. زي ما كنت بقول لكم الفيزياء واحده، يعني لو حصل اكتشاف جديد او جسيم جديد في تجربه زي السي ام اس اطلس، التجربه الثانيه المنافسه لينا، خلينا نقول المنافسه، بتشوف نفس الحدث. احنا الاثنين كل واحد بيحلل النتائج بطريقته، كل واحد دي تكنولوجيا مختلفه، وفي النهايه نقدر نشوف النتائج من غير ما نشير الداتا مع بعض، من غير ما نشوف كل واحد طلع ايه، عشان لما يحصل اكتشاف يكون متاكدين 100% انه تم اكتشاف. وده اللي حصل في 2012، اكتشاف جسيم جديد، والفيزيائيين اللي حطوا النظريه لوجود الجسيم دول اخذوا جائزه نوبل في الفيزياء في سنه 2013، وده كان حدث كبير جدا. احب اضيف جزئيه مضحكه. طبعا لو في واحد متزوج من واحده في يعني هو في تجربه اطلس وهي في تجربه سي ام اس، ما فيش كلام في الفيزياء في البيت. يس يس اوكي. وطبعا اعداء في اعداء اعداء هنا في البيت ما فيش كلام في الفيزياء فعلا. وطبعا في الكافيتيريا كنا قاسمين الكافيتيريا مقسومه جزئين، جزء بتاعنا جزء سي ام اس وجزء الناحيه الثانيه بتاع اطلس. ولو هنقعد في الكافيتيريا ما نشيرش داتا وما نشيرش اللابتوب وما نوريش لبعض حاجه، ما فيش كلام في الفيزياء خالص. بالظبط الموضوع كان توب سيكريت يعني زي ما بيقولوا. طبعا زي ما احنا كنا بنقول ده المكان اللي نزل منه تجربه سي ام اس، هي اتبنت هنا في المكان اللي احنا واقفين فيه في الجراج اللي احنا فيه ده، ونزلت طبعا قطع زي ما انا وريتكم على الارتفاع اللي احنا شفناه. حد حابب يا ريت لو في اسئله تانية حتى لو كيريوسيتي كده للفضول. انا دكتور يعني دكتور طلعه يعني الطلبه هنا الحقيقه شافوا تطبيقات عمليه فعليه للي هم درسوهم. احنا معانا هنا طلبه من قسم الانفورميشن تكنولوجي والاي سي تي والالكترونيك، فهم بيدرسوا تطبيقات كتيره، ولما شافوا الحاجات دي بعينيهم عرفوا الابلكيشنز بتاعتها وعرفوا ازاي يستفيدوا منها ان شاء الله في المستقبل. كمان فتحت لهم خطوط جديده ان هم يعني اللي حابب يكمل في التراك دوت عارف هيركز على ايه وهيهتم بايه بالظبط يعني. فاحنا متشكرين جدا بالطريقه الرائعه يعني الشرح وبسيطه جدا كنا مبسوطين منها. أنا كنت سعيدة معاكم والله، وعايزة أقول لكم إن الفرص كبيرة، وأنتم كمهندسين إحنا بنعتمد على المهندسين هنا كتير، مهندسين اتصالات كوميونيكيشنز، محتاجين كمان باور سيستمز، في حاجات كتير جدا. التجربة كلها تقريبا أكثرتها قايمة على المهندسين. أتمنى إن شاء الله إن أنا أشوفكم تاني، إن شاء الله يكون في سيرن
واشوف مجموعه منكم ان شاء الله بعد ما تتخرجوا كده من كليه هندسه تكون المجموعه دي قايمه على التجربه هنا وبتشتغل، واتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب، ويا رب ان شاء الله من تقدم لتقدم للمدرسه. واحب اشكر تاني، اشكر المانجمنت بتاع السويدي اكاديمي على انها اتاحت لكم الفرصه اولا ان انتوا تيجوا، واتاحت لنا الفرصه ان انا اقدر اقدم زياره زي دي خصوصا للمدرسه. وشكر خاص تاني لباشمهندس مالك اللي ساعد كتير الطلبه من ساعه ما كانت موجوده هنا او في عمليه التنظيم ان احنا نعمل الزياره دي النهارده. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. كنت عايز اقول كلمه اخيره. اتفضل. انا محمود. اهلا، ازيك يا محمود؟ الحمد لله. حقيقي بجد يعني بشكر حضرتك على تنظيم ايفنت زي دوت، ومن بدايه ان حضرتك بتساعدينا فعلا من اول ما رحنا الاكسبيرمنت هناك، حضرتك فعلا كنت بتاخد بالك من الفريق. يعني انا مش محتاج اقول قد ايه حضرتك كنت فعلا يعني حتى كنا بنعتبر حاجة زي أمي كده حقيقي. أنا مش هبالغ بس دي فعلا الحقيقة. وبجد شكرا لحضرتك إن حضرتك سبورت لينا في السيمينارز اللي إن شاء الله هنعملها. وأحب أعلن بالشباب الموجودين هنا دلوقتي، الناس اللي عايزة تقدم في بي لاين السنة ديت، إن شاء الله النهارده هيكون في أول سيمينار يعرف تعريف في المنطقة اللي حابب فعلا عايز يشارك فيها ويختلط بالمجتمع الأكاديمي والمجتمع العلمي. ان شاء الله. ودي كانت خطوه حلوه منكم ومن من الاكاديميه، وخطوه حلوه كمان من الجروب اللي جاي هنا سيرن. الفرصه يعني ان انتم بتشاركوا خبرتكم وبتشاركوا المعلومات اللي انتم خدتوها مع زمايلكم. والحاجه اللي انا سعيده بيها ان انتم لسه على تواصل، مش مجرد بس جيتوا قعدتوا فتره ومشيتوا، لا، ان احنا لسه على تواصل لغايه دلوقتي. على المستوى الشخصي انا لسه على تواصل مع الطلبه اللي كانت موجوده، وكمان على اللي عملتوها على المستوى العام لكل الناس اللي بتتكلم بالعربي يكون اسهل التواصل بينا. كمان انا حبيت الزياره كمان ما اتاحتش الفرصه من وقتكم ان انتم وانتم موجودين هنا ان احنا نعمل الزياره دي وانتم موجودين شخصيا، ان انتم تيجوا معايا وننزل تحت. بس كده ممكن يكون احسن ان احنا قدرنا نوري لكل زمايلكم، مش الجروب بس اللي كان موجود، لا، الكل استفاد وكلكم شفتوا الزياره. واحب كمان اقول لو حد فيكم محتاج اي حاجه خليكم على تواصل، وايميلاتنا معاكم، ولو محتاجين اي حاجه احنا معاكم. شكرًا جدا لحضرتك يا دكتوره. شكرا لك. معانا هنا ما يقرب من 45 طالب، كلهم كان عندهم فضول ان هم يعرفوا دماغهم لما راحوا نبا عملوا ايه وشافوا ايه. الحقيقه يعني هم شاركونا كده في كل المعلومات، وان شاء الله الفائده تكون معاك سريعه. الف شكر لحضرتك. شكرا ليك وشكرا ليك. باي باي.